حاجة فينا أحلى مكان على الأرض ده. What is happening, fellas, and welcome back to another episode of AJ Reaction. I recently reacted to lots of ads for Ramadan 2024, and it seems that I have missed a couple of them. Today we're gonna watch the rest of recently released ads, and the name of the first video is أصالة أحلي مكان على العرض إعلان Ramadan 2024. Without further ado, let's dive in. How did I miss the video of أصالة? Cool music. يا أجمل لحظات في العمر عايشينا صورة الحقيقة أحلى من اللي رسمينا حتى السما اللي فوقنا فجأة طايلينا أيامنا اللي هي أحلى وبينا One performer. Wow. أحلى مكان على الأرض ده هنا ويا ناس بنحبنا. I love it. بنحبنا. أحلى مكان على الأرض ده هنا ويا ناس بنحبها بتحبنا. وهو مش ناقصنا حاجة. أصالة is the only performer. وكأننا ملكنا الدنيا. وهو مش ناقصنا حاجة تانية حتى الخيال. ما بقاش من الفرحة قدنا Love the music أحلى مكان على الأرض كل حاجة تبصلنا بتشاور علينا نور الشمس والهواء The best part of the song is coming up شكل الحياة بناسها أحلى وفعنينا واللحظة الحلوة سايبة منها حاجة فينا أحلى مكان على الأرض ده هنا ويا ناس بنحبها بتحبنا أحلى مكان على الأرض ده هنا ويا ناس بنحبها بتحبنا وهو مش ناقصنا حاجة تانية وكأننا This part. ما بقاش من الفرحة قدنا أحلى مكان على الأرض ده هنا ويا ناس بنحبها بتحبنا أحلى مكان على الأرض ده هنا ويا ناس بنحبها بتحبنا وهو مش ناقصنا حاجة تانية حتى الخيال ما بقاش من الفرحة قدنا It was a beautiful ad, guys. Let's move on to the next one in the name of Amir Aid and Amina Khalil. Amir Aid is the vocalist of the incredible Egyptian rock band Kairoki. Amir Aid, Amina Khalil, Adila Farz, Forsa Bayan, Forsa Yaban, Eilan Bank Al Qahira, the Bank of Cairo, Ramadan 2024. He has an exceptional voice. Love the beat. يفضل يحاول الدنيا عليه تشاوي شوف ممكن يعمل ايه شوف ممكن يعمل ايه
unique voice as well. Beautiful combination of vocals. لما بتاخد فرصتها بتبان. بنك القاهرة مع كل اللي بيدي فرصة للمنتجات المصرية. اديله فرصة يبان. بنك القاهرة. Let's move on to the next video in the name of اعلان مكانك في القلب رمضان 2024. ايكو مينا الساحل الشمالي من ميناب جروب. مينا جروب. في قلبي حس بإحساسك من غير ما تقول من أول لحظة بترتاح له وتسيب العالم وتروح له يشبه أحلامك وبيدخل قلبك على طول Beautiful voice. في قلبي بيبقى nice music. أجمل وإياه لو بينكو مسافة يقربها فرصة ومش ممكن هتسيبها جنة هتدخلها وهتلاقي اللي بتتمنى Beautiful transition. بقولها من القلب مكانك في القلب تعيش أيامك ثانية My goodness, I love the tempo of the song. That's a fantastic voice. Once again, we have an incredible music. Egyptian ads are highly unique. قلبي معا دايما حاسس انك في امان بيحقق لك مليون فكرة ومعاه متطمن على بكرة كلنا في الاخر بندور نرتاح في مكان والفرصة اللي تجيلك مرة ما تفوتهاش صدقها في لحظة ما تشوفها تلاقها بايدك اخطفها في حاجات لازم نمسك القلب مكانك في القلب عايش ايام الدنيا بثانية وما تستناش وبقولها من القلب مكانك في القلب مكانك في القلب الدنيا اسمها location دنيا is in the heart تتعاش. ايكو مينا مكانك في القلب من مينا جروب من مينا جروب. Well, let's move on to the next video in the name of أدهى إعلان مستشفي الناس رمضان 2024 تامر حسني. This is the ad of تامر حسني. متجمعين على كل حلو في السنين على كل خير متلككين في كل فرصة تامر حسني is an incredible Egyptian artist. متأكدين Look at his beautiful voice. جميل وإن اللي فات مشوار طويل والفرح قرب وهو بالدليل متجمعين واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها أدها She's the same actress in the movie بحبك I forgot her name بيجي وقتها بنروح لها أدها ومصممين عالوعد وبكرة ملهوفين وفي الأحلام متشعباطين وبقلب جامد فيها مسكين ومتبتين واللحظة اللي بنوقف عندها بنقول لها نايس قدها 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 وقدود وكل حاجة And he is Akram Husni, another incredible Egyptian artist. أدها
طول 5 سنين فاتوا بيكو ومعاكو كنا قدها. مستشفى الناس، الناس للناس. أكرم حسني is reminding me of the video of هي الست وأنا أنا هي الست وأنا إلا. Well guys, let's move on to the next video, which is again تامر حسني. إعلان شيبسي وتامر حسني رمضان 2024. افرح يا نايم، افرح يا نايم. Be happy the sleeper. ويكي ويكي يا جماعة، النوم ده كله مفيش ولا واحد صاحي. طب افرح يا نايم. قوم نفض ضرب على الفانوس. Beautiful music. Probably Tamer Hosni is the composer of it. شوفي في عباية كات في الدولاب. افرح يا نايم، شيبسي وعزايم يا رمضان. شوف شفشق عشان الخشاف، فرن الكنافة ده ليه متساب. صلح في مسلسل يتشاف، حط ستوريز على الواتساب. افرح يا نايم يا رمضان، شيبسي وعزايم يا رمضان. جم شوية في بسبوسة جاية، خلي حجز الكور عليا. طول ما هنا في كيس في ايديا، لم كراسي البيت حواليا. افرح يا نايم يا رمضان. Beautiful ads. All ads of Tamer Hosni are incredible. صح صح فرحة رمضان، وخلي الفرح في شهرنا دايم. شيبسي في رمضان، افرح يا نايم. افرح يا نايم، افرح يا نايم يا رمضان. Well guys, that was the end of the story of recently released ads for Ramadan 2024. I hope that I haven't missed any of them. And I absolutely enjoyed every single second of all of these ads. They are highly creative and they have a beautiful beat. And I love the vocals of the ads as well. Thank you so much for watching the video. If you enjoyed watching it just like I did, you already know what to do. Hit that like button. And if you are new to my channel, do me a huge favor and hit the subscribe button. I want you to stay safe. Wherever you are, I'll definitely catch your next reaction videos. Take a good care of yourselves and peace. افرح يا نايم يا رمضان.